للفضة فوائد تفوق سحرها، والذهب له خصائص تمنحك بريقه وجماله. بارادايس لمنتجات الصحة والجمال. تستخدم شركة بارادايس تقنية النانو الجديدة في استخلاص ماء الذهب والفضة الذي يمنحك الصحة والجمال، وتوفره لك في مجموعة منتجاتها الفريدة. شراب الذهب والفضة بيور لايف لتنشيط وتقوية ورفع مناعة جميع أجهزة الجسم. كريم وسبراي ريليوم للتجميل والعناية بالبشرة والأمراض الجلدية. بارادايس هيلث كير، جنة الأرض في الحياة بلا مرض. لمعرفة المزيد والتفاصيل تابعونا على الفيسبوك أو اتصلوا بنا على الأرقام الآتية. هذا البرنامج برعاية صحة، مساء الجمال، مساء الشباب الدائم، مساء المناعة القوية. عايز أقول لكم حلقتنا النهاردة حلقة مهمة جدا جدا تفيد كل فرد من أفراد الأسرة. بعد إذنكم ابقوا معنا. عايز أقول لكم كده في البداية، لو عايزين تعيشوا حياة صحية خالية من الآلام، خالية من الأوجاع وبضحكة جميلة، لأن طبعا معروف إن أجمل ما في الإنسان هي ضحكته. عايز أقول لكم بقى في البداية بقى عنوان فقرتنا النهاردة: ماء الفضة لأسنان قوية وجميلة مدى الحياة. علشان كده بقى يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا النهاردة الدكتورة سوريا دوفال، استشاري الصحة والطب التكاملي. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. ويكون معنا النهاردة دكتور أحمد لبيب، أستاذ مساعد ورئيس قسم علاج الجذور كلية طب أسنان جامعة طنطا، واستشاري علاج الجذور بالهيئة الصحية للتخصصات الطبية بالمملكة العربية السعودية، ومؤلف كتاب العلاقة بين علاج الجذور وحشوات والتركيبات الثابتة. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم. بجد منورنا بأمانة، وإن شاء الله بجد حلقة قوية جدا بمنتجات مليئة بالصحة والأمل، وإن شاء الله بإذن الله من غير أمراض خالص. في البداية بقى يا دكتور بقى كلمينا، عايزين يا دكتور نغير مفهومنا في الحياة، بمعنى إن أول ما أي حد فينا يشعر ولو حتى بمجرد ألم بسيط، جري بنجري إن إحنا ناخد حقنة أو مثلا أقراص أو تابلتس. إزاي بقى يا دكتور نغير بقى السيستم أوف لايف بتاعنا علشان نتجه إلى الطبيعة والعودة إلى الطبيعة بمنتجات من الطبيعة وإلى الطبيعة؟ إحنا عايزين نعمل شيفت شوية للأفكار وطريقة الحياة والأسلوب الحياة. إزاي بقى يا دكتور؟ بجد مفتقدين جدا الحياة الصحية والعودة إلى الطبيعة بكل معالمها. يعني إحنا في بارادايس هيلث كير طبعا بنهتم جدا إن يكون المنتجات تبقى منتجات طبيعية 100%. بنهتم بإن الإنسان يصلح الداخل الأول، سواء كان من ناحية صحية، داخله من ناحية صحية، أو كمان الأفكار السلبية، التوترات، كل ما يعيق إن هو يعيش حياة كده فيها نوع من الهدوء والpeacefulness، ويبقى حاسس إن في حياة جميلة وإن هو أفكاره مش متوترة. كل الحاجات دي هي بتخلي الإنسان من الداخل ومن الخارج إنسان سوي. دايما لما بيكون في مشاكل بين عدم توازن بين العقل والجسد والروح، دايما بنشوف ان في حالات مرضيه بتظهر على شكل حاله مرضيه. ف لازم نفكر بطريقه مختلفه شويه، مش كل شويه اي الم صغير نروح ناخد مسكنات، ناخد عقاقير. كل الحاجات دي هي مضره للكده، مضره للكبد،
مش بتعالج بتعالج العرض فقط، مش بتعالج السبب. واحنا دايما بنحرص في بارادايس هيلث كير ان احنا نعالج السبب مش نعالج العرض، زي ما هيبوكريتس قال كمان، في اللي هو الانشنت دكتور قال نيتشر كيورز، سوري نيتشر هيلز، يعني الطبيعة بتشفي لكن الميديسن كيورز، الأدوية ممكن ان هي تعالج لكن ما بيبقاش فيها استشفاء. فاحنا لما نعالج السبب بيبقى اقوى بكتير. انا بقول للناس وبنصحهم ان يبتدوا ان هم يفكروا شويه ويشوفوا ازاي ان هم يبنوا الجهاز المناعي بتاعهم من الداخل، مش ان هم ياخدوا حاجات بس تسكن الالام وتبتدي تظهر تاني مره تانيه، وياخدوا عقاقير تانيه وياخدوا حاجات اقوى علشان خاطر الالام ما بتروحش. ف بارادايس هيلث كير مديالهم فرصه اهو ان هم يبتدوا يتعالجوا بالطريقه الصح، يبنوا الجهاز المناعي بتاعهم، يتعالجوا بان هم يرجعوا تاني للطبيعه. دايما احنا عندنا جسمنا من جوه في كل الدفاعات الطبيعيه اللي ممكن ان هي تمنع الامراض، هو الجهاز المناعه طبعا. بالظبط. فاحنا لما نقوي جهاز المناعه بتاعنا، وده كانوا بيعملوه قدماء المصريين والحضارات كلها القديمه، الصينيين الهنود، كانوا كل الامراض بيعالجوها بطرق طبيعيه. احنا دلوقتي بنعمل نفس الكلام دوت بس بتكنولوجيا النانو، بنحيي العلوم القديمة دي هي بس بتكنولوجيا حديثة خالص اللي هي تكنولوجيا النانو. وطبعا الدكتور النهاردة هيتكلم كمان عن استخدامات النانو سيلفر في الهوليوود سمايل، ازاي ان احنا نسترجع تاني الهوليوود سمايل بتاعنا. طبعا كلنا محتاجين الهوليوود سمايل. دكتور في البداية بقى يا دكتور، تقنية النانو تكنولوجي في الفضة هي دي اللي هي المستقبل بجد، فكلمنا بقى يا دكتور عن ايه هو بقى الجديد في علاج الأسنان من خلال تقنية النانو تكنولوجي في الفضة، جزيئات الفضة. خلينا نتفق حضرتك ان الفضه معروفه زي ما الدكتوره سوريا قالت من الاف السنين. الناس النوبلز والامراء والقدماء الفراعنه كانوا ياكلوا بشوكه فضه وشوكه ومعلقه فضه اند سو اون، عشان عارفين ان ده بيقلل افساد الطعام. وميزه الفظيعه في النانو فضه انها بتقضي على كتير جدا 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 من انواع البكتيريا. وزي ما حضرتك عارفة ان 95% من امراض الاسنان هي عبارة عن امراض بكتيرية، سواء في اللثة او في الاسنان. مظبوط. يعني حتى التسوس ده بكتيريا بتعمل النخر او التسوس في السن نفسه او التآكل في السن نفسه، وكمان البكتيريا اللي في اللثة. نانو سيلفر 2005 ابتدى تطلع ايرا كبيرة، يعني موضة كتيرة ان احنا نبتدي نستخدم النانو تكنولوجي عامة، حتى سموه نانو دنتستري، يعني نانو تكنولوجي في طب الأسنان تبقى اسمها هو الدنتستري، فبقى فيه النانو دنتستري. حضرتك فكري في أي مجال في طب الأسنان فيه نانو سيلفر أو فيه نانو تكنولوجي، يعني من أول معجون الأسنان مظبوط بقى فيه نانو تكنولوجي عشان يقضي على البكتيريا اللي في البق. الإمبلانتس، الزرعات، ما نسمع عن الزرعات دلوقتي اللي لما دي بقت مكتسحة، حد بيفقد سن ونبتدي نعمل زراعة أسنان. الزرعة دي نفسها كانت ممكن ما يحصل لهاش انتجريشن أو تماسك مع العظم كويس بتاع الفك، ما بيلتئمش. أيوة، الجنكشن بينهم مظبوط ما بيبقاش كويس، نتيجة ان بيبقى فيه بكتيريا وكذا. دلوقتي عملوا إمبلانتس، نوع من أنواع الزرعات، فيه خروم صغيرة خالص وجواها النانو سيلفر بارتكلز، بحيث انها تبقى طول ما الزرعه موجوده هي بتريليز النانو سيلفرز، بتطلع النانو سيلفر ده تمام. طول الوقت تمام. وده عمل امبروفمنت جامد او حسن نتائج جامده جدا في الزراعات، ونجاح الزراعات مع العظم وعدم تاكل العظم وهكذا. علاج الجذور مثلا، انا عامل بيبر عن النانو سيلفر، كنا بنشوف تاثير النانو سيلفر على البكتيريا و
السيل ممبرين بتاع الخلايا البكتيريه. السيل ممبرين اللي هو الغشاء اللي حوالين البكتيريا، يعني مظبوط خلايا البكتيريا بالظبط، الغلاف. تمام. لانه انس ان احنا تم اختراق الغلاف ده، فبقت البكتيريا عرضه انها خلاص تبقى مش موجوده. الغلاف ده هو اللي بيحميها. مهم جدا ان احنا ندستروي الغلاف ده. لان النانو سيلفر بيشتغل على حاجتين، بيشتغل ان هو بيدمر الغلاف بتاع البكتيريا، كمان بيشتغل على حاجه اسمها الدي ان اي او الصبغات الوراثيه اللي موجوده. مظبوط. احنا في اي نوع كائن حي في صبغات وراثيه، دي ان اي معروف، دي ان اي والار ان اي بالظبط، مش محتاجه شرح. يعني الشريط اللافف ده اللي هو عليه كل الـ 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 الخريطه الوراثيه بتاعت الانسان يعني. فلقوا كمان نانو سيلفر، او لقينا ان النانو سيلفر كمان بيغير في الدي ان اي ده، فبيغير من صفات البكتيريا، ما بيخليهاش مضره بشكل واضح، انه طفره الحقيقه. وفي علاج الجذور اذا تم استخدامه على مستوى واسع طبعا هيفرق كتير في حاجات كتير. يعني دكتور، حضرتك دكتور كنت مألف كتاب اللي هو العلاقة ما بين جذور والحشوات والتركيبات الثابتة، فممكن حضرتك بقى دكتور تكلمنا باستفاضة عن الكتاب اللي حضرتك ألفته؟ هو الكتاب ده كنت أنا واثنين زمايلي معايا، الدكتور أحمد مراكبي والدكتور فؤاد، ده منشور في لامبرت، دار نشر انترناشنال. يعني هي الفكرة ان احنا بعد ما بنعمل علاج جذور، السنة اللي احنا بنشتغل فيها علاج جذور او الدرس تبقى ضعيفة، لانها العصب الحي يعني هو اللي بيغذي السنة. مظبوط. فعلاج جذور احنا بنشيل العصب ده، ما بقاش فيه السنة، ما بتبقاش حية، ما بتبقاش فايتل، فبتبقى عرضة اكتر انها تتكسر، بتبقى عاملة زي الازاز بالظبط، بريتل جامدة بس بريتل. بريتل يعني زي الازاز، الازاز جامد بس لو خبطتيه بحاجه جامده ممكن يكسر. فازاي نحافظ على ده؟ مش معقول نعمل علاج جذور وبعدين نسيب السنه عشان تتكسر في الاخر والمريض يفقدها، والا كنا خلعناها من الاول. مظبوط. فايه حشوات الاسنان اللي تنفع ان احنا نعملها نحافظ نقوي السنه دي؟ كمان ايه التركيبات اللي تتحط على السنه دي بحيث انها تحافظ عليها اطول فتره ممكن؟ هل ده بس محتاج من بره السنه، ولا محتاجين نحط اوتاد معينه جوه الجذب؟ ساعات حضرتك يبقى في سنه معموله على جذور ما فيش خالص الكراون اللي هو في بقنا ده، الجزء الظاهر في الفم ما بيبقاش موجود. والبحث معانا دلوقتي حالا اهو على الشاشه. تمام. تمام. ده البحث الاولاني، ده البحث اللي هو النانو سيلفر. نانو سيلفر. ده مع زمايلي الدكتوره يسرى نشأت، الدكتور مصطفى الاعصر، الدكتور احمد نجم، دكتورة شوها هي أستاذة البكتيريا في البحث ده. ده تأثير النانو سيلفر على البكتيريا، سواء على السيل ممبرين أو على الجدار الخلايا بتاعة الخلايا، أو الدي ان ايه اللي جوه الخلايا نفسها ازاي بيغيره بحيث ان هو يدستروي البكتيريا دي. تمام. دكتور، بالنسبة بقى للبخاخ اللي هو اللي بيحتوي على جزيئات الفضة، البخاخ ده مفعوله بجد زي السحر وبيجيب نتيجة على طول، فحضرتك بقى يا دكتور كلمينا عن مدى مفعول بخاخ اللي هو جزيئات الفضة في الحفاظ على اللثة والأسنان عن الالتهابات والتقرحات والحاجات ديت اللي كلنا بنعاني منها. أنا هتكلم عنها من خبرتي الشخصية. تمام. لان ده السبراي النانو فضه. انا دايما بيجي لي التهابات في اللثه كتير، اكيد، وعندي برضو الام في اللثه يعني على فترات كلنا كده. مرينا بالحاجات دي. في الحقيقه ما بقدرش استغنى عن النانو سيلفر ده، زي ما الدكتور قال النانو سيلفر هو انتي بكتيريال، انتي فايرال، انتي انفلاماتوري، انتي بكتيريال، يعني بيمنع البكتيريا. وبيمنع الانفلاميشن، الالتهابات. فانا برشه وممكن اي حد يستخدمه، ما فيهوش اي خطوره على الاطلاق. ممكن يترش كل ده. ممكن اجرب دلوقتي اوريكي. ممكن يترش في اللثه من فوق. تمام. من تحت.
بدل ما الواحد يستخدم الأدوية اللي احنا بنتكلم عنها. ثانية واحدة بقى يا دكتور، بمناسبة بقى ان احنا نستغنى عن الأدوية، وان بجد ما شاء الله يعني نمسك الخشب ليه فوائد عظيمة جدا جدا، ما اعتقدش ان في حد يقدر يستغنى عنه. فممكن بقى حضرتك كده يا دكتور بقى واحدة واحدة كده يا دكتور بشرح لنا بقى باستفاضة ازاي نحنا نقدر نستفاد منه الى ابعد المراحل. والله يعني اللانو سيلفر احنا اتكلمنا عنه قبل كده، قلنا ان في صفات علاجيه هو مكمل غذائي، النانو سيلفر مكمل غذائي، ما هوش دواء على الاطلاق، لكن في صفات علاجيه وفي حاجات كتير جدا مره واحده. يعني احنا مثلا لما بنيجي ناخد دواء بناخد دواء ده لكذا مخصص لكذا، وده مخصص لكذا، وده مخصص لكذا، حاجات معينه فقط. لكن ده بيشمل حاجات كتير جدا، زي ما قلنا ان الامراض كلها يا إما إنفلاميشن، يا إما يعني التهابات، يا إما فيروس، يا إما بكتيريا. فإحنا كده حصرنا كل الأمراض بمنتج واحد بس اللي هو الكولويدال سيلفر اللي ممكن نستخدمه كأنتي فيرال، أنتي بكتيريال، أنتي إنفلاماتوري، وملوش أي أضرار على الإطلاق، ملوش أي سايد إفكتس، سهل الاستخدام جدا، ملوش طعم، ملوش ريحة، ملوش لون، ملوش أعراض جانبية، ملوش أعراض جانبية. ممكن بيشتغل كمان على الجهاز الهضمي، بس أنا مش هتكلم النهاردة في الناحية دي هيت، عشان احنا بنتكلم عن الكولويدال سيلفر بالنسبة للأسنان بالذات، تخصص الأسنان. ودكتور يقدر يكلمنا باستفادة أكتر. بما إن حضرتك بقى يا دكتور ده تخصصك، فممكن حضرتك تكلمنا وتشرح لنا عن البخاخ اللي هو بالنانو سيلفر، وهل حضرتك استخدمته؟ الحقيقة أنا بستخدمه عشان أنا للأسف مدخن، فأنا بستخدمه عشان ما يخليش ريحة السجاير. ممكن استخدمه دلوقتي عشان برضو لو ريحة وصلت هبقى أسكت. يعني بشجع صراحة حضرتك يا دكتور، هبقى استخدمه منكم بس بعد الهواء. أرجوكي والله لا، هو بيغير خالص، ما بقاش فيه ريحة في الفم خالص. طب ده اوبشن هايل جدا. تمام. استخدمته. احنا المواضيع عشان تقولي على حاجة لازم اقدر استخدمها على انسان، لازم تعدي بمراحل كتير جدا جدا في البحث العلمي. مظبوط. طب هل ده سوري يا دكتور، وهل ده بيقتص للمدخنين فقط ولا جميع الفئات العمرية؟ لا لا لا، انا بقول لك استخدام من ضمن استخداماته يعني استخدام كتير. حضرتك يعني بس الدكتوره ما قالتش الاستخدام ده في البخاخ. تمام. يعني قالت لما عندها السرز او عندها قرح في الفم بيريح الوجع بتاعها او الالم بتاعها، التهابات اللسة، وهكذا. عشان نقول ده خلاص احنا موافقين على الكلام ده، لازم نعمل فيه ابحاث كتير. مظبوط. انا للاسف تخصصي الدقيق اللي اقدر اعمل فيه ابحاث هو على الجذور وحشوات الجذور. اللي هو انا اوريدي عملت فيه، بدات اجرب فيه النانو سيلفر على البكتيريا بيعمل ايه، بحيث ان احنا ننتقل مرحله بعد كده يبقى على الحيوانات وبعدين على الانسان، ونقول والله دن احنا نقدر نستخدم ده فيري سيفلي. احنا نقدر نستخدمه فيري سيفلي، لكن انا بتكلم على الاسنان. مظبوط. لكن محتاجين ابحاث. الناس اللي استخدمته في الطبيعي جدا منهم زوجاتي العزيزه، هي حد عندها سنستيفيتي في اللثه وعندها سنستيفيتي افضحها كده حرام يعني حاول عليها عجوزه مع انها مش عجوزه خالص، عندها اللثه نازله شويه عن اسنانها، يا رب ما تكونش بتتفرج عليا بس نازله شويه عن اسنانها، فبتعمل لها سنستيفيتي. ناس كتير بيحصل لها حاجه اسمها انحصار في اللثه، تقل شويه حساسية. فيبتدي الجدر يتكشف. مظبوط. جدر الاسنان، جدر الاسنان ده فيه بورز صغيره كده، خروم صغيره جدا مايكروسكوبيك، فجوات بسيطه صغيره. احنا طبعا كل اللي بنتكلم فيه مايكروسكوبيك يعني. تمام. فدي بتعمل سنسيتيفيتي مع الساقع والسخن، حساس الوجع. فزي معجين الاسنان اللي يقولوا عليها ضد الحساسيه، هي بتستخدم بارتكلز، نانو بارتكلز زي السيلفر. مظبوط. حاجات تانية. اوكي. اوكي. هي لما استخدمت النانو سيلفر كمضمضه الامور ارتاحت معايا جدا. مظبوط. يعني ما عادش بتحس بالحساسيه اللي هي موجوده فيها. طب هل استخدام تقنيه النانو سيلفر كمضمضه ده يغنينا عن استخدامنا لمعجون الاسنان؟ لا لا لا، معجون الاسنان فيه حاجتين مهمين، في ما هو جوه المعجون، والاهم منه حركه الفرشه الاسنان كمساج للثه. بالظبط كده، كمساج للثه وتنظيف فجوات ما بين الاسنان وكده. فاحنا هنتكلم على فرشه الاسنان ولا هنتكلم على معجون الاسنان؟
الاهم في الموضوع فرشه الاسنان. تمام. يعني موجود اسنان فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان، الانواع كتير، كلهم لو ما لهمش حاجه طبيه بقوا زي بعض. مظبوط. تفرق بقى حاجه محطوط فيها بارتكلز عشان تبيض. تمام. 3D بقى وكده. كانوا زمان يحطوا بارتكلز كورس شويه، بارتكلز كبيره زي السيليكا، كانها زي الرمل كده. تمام. فاكره ما كنا بنروح المصيف زمان وننظف سناننا بالرمل؟ كان في ناس بتعمل كده. في ناس بيعملوا كده. نفس الفكره محطوطه في عجين السنان، بس طبعا مش الرمل الكبير ده، بيبقى اصغر شويه، ادق. نوا داي لا خلاص بقى بيستخدموا النانو سيلفر بالمناسبه. في انه يلمع الاسنان او يشيل الصبغات في الاسنان. لا احلى من كده ان معجين الاسنان اللي فيها نانو سيلفر او الاستخدامات، لو انا خدت البخاخ ده او المضمضه دي او الميه دي على فرشه اسناني وابتديت انضف بيها اسناني، هكسب طبعا المساج افكت بتاع الفرشه، بلس ان النانو سيلفر دي هتشيل لي الستينز، هتشيل لي ايوه الصبغات صح، بلس انها بتعمل سموثنينج تنعيم يس لسطح الاسنان. برضو بيبقى فيها مايكرو بورز كده. التنعيم لسطح الاسنان ده لما تخليها ناعمه يبقى ما فيش بورز، يبقى ما فيش بكتيريا هتقف فيها، يبقى هتقلل لي التسوس بعد كده. يعني معنى كلام حضرتك يا دكتور ان ماء الفضه هو البديل لمعجون الاسنان، او بيعمل نفس الافكت بتاع معجون الاسنان؟ اذا في معجون اسنان فيه نانو بارتكلز هو يفضل جدا. تمام. لانه هيبقى في الحاله دي ثيرابيوتيك، بيعالج الحساسيه الاسنان. مظبوط. زي الاطف معجين كلهم دلوقتي بيقولوا الحساسيه. الحاجه الثانيه زي ما بقول لحضرتك كده هتعمل سموثنينج تنعيم للتنعيم. هي مايكرو رافنس، يعني مش حاجه عامله كده، يعني حاجات بالمايكرو. كل الاسنان احنا بنتكلم بالمايكرو، دقيقه صغيره. أيوة. جدا. مظبوط. مايكرون يعني واحد على 1000 من ملي. دقيقه قوي. نانو باي ذا واي هي واحد على بليون اوف متر. بليون يس. يعني نانو ده الاختصار بتاع حاجه واحد على بليون. انا مش عارف البليون 1000 مليون ولا 100 مليون، بس بس هي في الحالات، في الحالتين يا واحد على 100 مليون يا واحد على 1000 مليون من المتر، ده اللينث بتاعها او الديامتر اللي هو انا اسف ديامتر القطر. يس قطر. القطر. دكتوره سرايا مفيده جدا النهارده في الترجمه، هيدا ما شاء الله ايقونه الجمال دكتور سرايا. ان شاء الله طبعا. يعني انا عايز اقول ردا على سؤالك، معجون الاسنان اذا كان النانو سيلفر يغني عن معجون الاسنان ولا لا؟ مظبوط. انا شخصيا ما بستخدمش معجون اسنان خلاص، انا بستخدم حركه الفرشه دي هي اللي بيقول عليها الدكتور عشان المساج بتاع اللثه وكده، بحط عليها السبراي بتاع الكولويد السيلفر وبعمل مساج الاسنان بدي هي، وبحط في الفم، برش في الفم وبتمضمض بيه. عظيم. انا شخصيا ما بقتش استخدم معجون اسنان خلاص. وانا كمان معك هبطل استخدمه. الحاله دي حد زي ما بقول لحضرتك هنكسب ان هو انتي بكتيريا، هيقلل البكتيريا، هينعم الاسنان بحيث انها ما يبقاش فيها المايكرو بورز دي. فما ينفعش البكتيريا تقعد فيها فتعمل تسوس، هيبيض الاسنان. بالنسبه بقى لتبييض الاسنان ده موضوع كبير جدا وملف كبير، ولو احنا قعدنا نتكلم فيه حلقات مش الكلام مش هيخلص. تمام. فحضراتكم بقى كلمونا عن تبييض الاسنان، نبتدي الايقونه الجمال لدكتور سرايا عن تبييض الاسنان عن طريق استخدام جزيئات النانو سيلفر. يعني ما زي ما الدكتور قال ان هي بتعمل سموذنج للسنان. وبتمنع البكتيريا، فهي في الحالة دي هي ما اعتقد ان انا سناني مش ما فيهاش اي بقع او حاجة، وطبعا انا ما بشربش سجاير كمان يعني، فممكن يكون ده كمان سبب. تمام. بس انا ما اقدرش اقولك بالظبط من الناحية العلمية ايه اللي بيعمله النانو سيلفر، بس انا مبسوطه جدا باستخدامي من ساعه ما استخدمت النانو سيلفر، بقى لي سنه ونص دلوقتي. عظيم. وحاسه ان يعني مش مجرد بس على السنان، على الوش، على بشربه كمان، بيديني طاقه، بيديني، بيعلي الاميون سيستم بتاعتي، الجهاز المناعي بتاعي. عظيم. ده اللي انا اقدر اقوله بالنسبه للنانو سيلفر. الناحيه العلميه النانو سيلفر بالنسبه لتبييض الاسنان
مدى فعاليته ممكن دكتور يقولنا اكتر. اجمل ما في الاسنان هي سوري اجمل ما في الانسان هي ضحكته. فكلمنا بقى يا دكتور عن طبيب الاسنان. انا بقول لك هي الصبغات اللي بره، الصبغات الخارجيه من قهوه من شاي من سجاير تمام اصبت تماما خلاص دان، يعني ان نانو سيلفر هتشيل الصبغات دي. في نوع من انواع تبييض الاسنان بيعتمد على الاكسديشن، يعني مثلا حد وهو صغير او سيده وهي حامل في الشهور الاخيره خدت نوع ادويه معين زي التترا سايكلينز مثلا. عظيم. التترا سايكلينز دي بتخلي الولد يتولد باسنان صفره شويه، اسنان الدايمه، يعني الاسنان الصفراء اللي الطفل بيتولد بيها يعني من قبل ما يجي للدنيا وهو اوريدي عنده الموضوع ده. ايوه ممكن لو الام خدت تترا سايكلينز تمام في فتره الحمل الاخراني السابع الثامن التاسع بيبتدي يتكون بدايه تكوين السنان البيرمننت مش اللبنيه، السنان الدايمه دائمه، يعني اللبنيه تبقى اتكونت اوكي السنان الدايمه تبتدي تتكون وهو لسه في جنين يعني. مظبوط. خصوصا السنتين اللي قدام، السنان اللي بتطلع في الاول عن 6 سنين، الدرسين اللي ورا والاول درسين بيطلعوا السنان، فدول ممكن يطلعوا عندهم صبغات. دي بتبقى صبغه انترنال مش اكسترنال، مش من شاي يعني الشاي والقهوه والسجاير نسميها اكسترنال ستينز، الثانيه بتبقى انترنال. انترنال لحد دلوقتي المين تكنولوجي اللي بتستخدم فيها الاكسجين. الاكسجين كونسنتريشن اوف اكسجين عالي هو اللي بيعمل زي اكسديشن للصبغات الانترنالي. اي ثينك لسه ما اتجربش النانو سيلفر، خلي بالك احنا بنتكلم في 2005، يعني 2005 احنا لسه شويه صغيرين مش شويه كتير في عظيم. في مجال البحث العلمي يعني تمام بتعملي في كل الاريا يعني ده صعب، لكن واي نوت يعني ليتس تراي. خلي بالك زمان جداتنا الفلاحين وكده كانوا بيمشوا بخلخال النحاس وخلخال فضه عارف انت القصه دي ليه بقى؟ ده جزء من عارفه ليه الموضوع ده ولا لا؟ ليه بقى؟ لان رجليها على طول كانت في الغيط مع جوزها بتساعده تمام، ففي ميه وفي طين وفي زرع تمام. احنا 5 الصبح و6 الصبح صح كده؟ مظبوط. وروماتيزم، ما كانش بيجي لهم روماتيزم ليه؟ فيتعوي بالميتلز دي، الميتالرجي دي قصه طويلة، علم طويل جدا. مظبوط. احنا محتاجين نفتح فيه مجالات كتير عظيم، سواء فضه نحاس يعني whatever نانو. وبعدين اي ثينك ان كمان البارادايس بتعمل مش بس نانو فضه، بتعمل نانو سيلفر، بتعمل نانو جولد، بتعمل ذهب كابر اللي احنا بنتكلم عليه للخلخال النحاس، حديد ايرن عشان الانيميا اند سو اون. فهي زي ما الدكتوره قالت هي مكملات غذائيه بلس انها لها افكتس ثانيه. رجعنا للقديم تمام اللي هو كانوا بيستخدموه زمان وكان بيجيب نتيجه قبل الادويه والدهانات والحاجات دي تمام باك تو ناتشر يعني. بمناسبه ان احنا بقى يا دكتور بنتكلم عن الاسنان، فطبعا كلنا عارفين الام الاسنان ويعني ولا غنى عنها، فحضرتك يا دكتور كلمينا عن استخدام النانو تكنولوجي السيلفر في القضاء على الالام الاسنان كمسكنات وبعيدا عن الحاجات الكيميكال كده. احنا يعني النانو سيلفر ممكن ان هو بيسكن الالم تمام شويه، لكن طبعا الذهب هو النانو الكولويد الذهب اللي هو الاليكسير اوف لايف، ده معروف ان هو تسكين للالام، بيسكن الالام جامد جدا. فالمنتجات بتاعتنا زي ما قلنا هي مكملات غذائيه، هي مش دواء، داخل فيها معادن تانية اللي هي مهمه جدا للجسم زي ما قال الدكتور، النحاس، الحديد، المغنيسيوم، الزنك. الزنك مهم جدا، كل معدن له مرادف له فانكشنز معينه في الجسم، لو ده مش موجود بيحصل عدم توازن. والمصريين يعني من التحليل اللي احنا عملنا لهم بالكوانتوم ماجنتيك ريزونانس انالايزر بنشوف ان مفتقدين الزنك بنسبة كبيرة جدا. عظيم. 90% من الشعب المصري مفتقد النانو الزنك يعني معدن الزنك. علاج الجذور يا دكتور، ما عايزين يا دكتور حضرتك تكلمنا باستفاضة عن علاج الجذور، طبعا باستخدام جزيئات ماء الفضة. باستخدام جزيئات ماء الفضة طبعا علاج الجذور لا يعني احنا زي ما بقول لحضرتك بدأنا نعمل أبحاث بتاعتنا ان الميزات النانو سيلفر في علاج الجذور، ولقينا نتائج كويسه جدا
في انه بيقضي على البكتيريا. احنا في علاج جذور محتاجين كمان بنعمل حاجه زي حشو للجذر، يمكن حضرتك تسمعي انا حشو عصب او واتيفر، كلنا عارفينها. الماتيريالز اللي احنا بنستخدمها دي بنحتاجها تقفل خالص الجذر بحيث ان ما يبقاش فيه اي سبيس البكتيريا تعدي منه او كده. عظيم. ده طبعا ما فيش حاجه كده في العالم. الحاجه الوحيده اللي فيها كومبليت سيل في العالم 100% هي بين حجاره الاهرامات بس، ده لان ما فيش هواء بينهم. اي حاجتين تانيين لازم يبقى فيه مايكرو سبيسز يعني نوي. فعلى الاقل لما يبقى فيه مايكرو سبيسز نستخدم مواد بنحشي بيها مكان العصب او بنحشي بيها الجذر يكون عندها انتي بكتيريال افكت. لان اللي انا خايف منه ايه؟ انا خايف من واحد بكتيريا تخش باي سبب عن طريق اي سبيس، مظبوط، هتقعد في الجذر مكان ضلمه في الاكل بتاعها، هتتكاثر، هتطلع تعمل لي مشكله في العظم وفي اللثة تحتيها بعد كده. لكن لو بستخدم مواد، سواء المواد الحشو نفسها او مواد لزقه، بنستخدم ماده كده قبل ماده الحشو اسمها مواد لاصقه يعني عشان تقفل كل السبيسز دي، فيها انتي بكتيريال افكت كويس، فده بيساعدني ان ما يجيش بكتيريا. ميزه النانو سيلفر ان هو ممكن يسستين ريليز، يعني يفضل موجود ويعمل ريليز للسيلفر او للنانو سيلفر بارتكلز دي على مدار ايام، مدار شهور، مش افكت دلوقتي وبيخلص دلوقتي، لا ده الافكت بيطلع مستمر. فدي ميزه كبيره من ميزاته الكبيره في علاج الجذور. عظيم. في دلوقتي تقنيه علاج الجذور عن طريق استخدام الخلايا الجذعيه، فراي حضرتك فيها ايه يا دكتور؟ برضو دي من الحاجات الريسيرشز الجديده 10 15 سنه. احنا كان عندنا زمان مبدا كده ان الخلايا العصبيه لا تجدد، معروفه يعني معروفين كده ان الخلايا الوحيده اللي ما بتقدرش تجدد نفسها الخلايا العصبيه. هي طبعا ما تقدرش تجدد نفسها. الابحاث الجديده بدات تعمل حاجه بيتكلموا في تو ويز، يا اما ان انا اعمل ريفاسكولاريزيشن، يعني اذا انا عندي سنه مصابه وحصل فيها التهاب في العصب، بكتيريا دخلت العصب، وانس ان البكتيريا دخلت العصب يبقى انا محتاج، كان زمان الحدوته بتاعتنا احنا نشيل العصب ده لانه مش هيقدر يتعالج، مش زي اي مكان تاني، مفيش حل تاني فلازم نشيله. دلوقتي لا، لو في مجال ان في جزء من العصب لسه ما وصلتلوش البكتيريا، بنحاول نحافظ على الجزء ده، بنعمل في تقنيه الستيم سيلز او الخلايا الجذعيه بنعمل حاجه اسمها ريفاسكولاريزيشن، يعني نحاول ان العصب يعيد بناء نفسه ويعيد بناء الدوره الدمويه اللي عليه، فنحافظ على الفيتاليتي بتاعت السن، على الحيويه بتاعت السن. الحاجه الثانيه اللي هي الريجينريشن، ان احنا نقدر نعمل سنه من جيل جديد، من الستيم سيل، خلق جيل جديد. ده اتعمل في الجلد، ناجح جدا في الجلد. عظيم. بالامطار دلوقتي، يعني في واحد ياخد من عنده شويه ستيم سيلز من جلده يشيلوها، يقدر يعمل 3 متر جلد بعد الشهر لا قدر الله في حروق في مش عارف ايه. يقدر يجيبه من الستور واللي هو اماكن ستورد فيها، يجيب الجلد بتاعه خلاص، دكتور الجلديه او الجراح بتاعه يريبليس الجلد، يستبدل الجلد المحروق مثلا بجلد تاني. فحاجات كتير في الطب جدا ظهرت، احنا ريسيرشز لسه عندنا شغاله. المين ايشو، العقبه او الهدف الاساسي، احنا نقدر نعمل عصب، ان الستيم سيل دي تقدر تكون لنا عصب، لان العصب هو اللي يكون بقيه اجزاء السن. عظيم. دنتين او الانامل، في الطبقه اللي بره دي البيضه دي اسمها انامل، تحتيها طبقه بتعمل لها سبورت اسمها دنتين. المكونين دول في السن هو اللي بيكونهم العصب، من غير عصب ما يقدرش يتكون دول. فكل الابحاث ماشيه دلوقتي في الريجينريشن على الجزئيه دي. الريفاسكولاريزيشن نتائجه احسن، لو يبقى في جزء لسه فايتل ونبتدي مع الستيم سيل يبتدي يعيد الحيويه والدمويه، بقى الريفاسكولاريزيشن يعني الدم يرجع تاني والسنه تفضل فايتل. الريجينريشن الابحاث ماشيه لسه، ما فيش 100% ان انا احط ستيم سيل تطلع لي سنه، لكن اولموست هيبقى في كده في يوم من الايام ان شاء الله. تقويم الاسنان، كل يوم في جديد من خلال تقويم الاسنان كماتيريال وافكار جديده، فكلمونا بقى عن تقويم الاسنان والجديد فيه بتقنيه استخدام النانو سيلفر تكنولوجي.
انا جاي في دماغي دلوقتي واحنا بنتكلم كده حاجه كنت بشوفها زمان، ما اعرفش دلوقتي قلت كتير جدا، بس يمكن الدكتور يقدر يعمل فلاش باك كده عليها. زمان كنا بنشوف اوقات ان في ناس بتركب اسنان ذهب او بتحط اسنان ذهب. بعد كده الموضوع ده خف شويه، خف شويه، فاسنان فطبعا يعني معناها ان الذهب له صفات علاجيه كويسه جدا. فتقدر حضرتك تكلمنا وتعمل لنا فلاش باك كده، ليه كانوا بيستخدموا ده وليه دلوقتي قل الكلام دوت؟ فانا جه في دماغي دلوقتي واحنا بنتكلم. عظيم يا دكتور. الذهب ميزته الاساسيه انه بيتمدد وينكمش بالظبط زي السنه، يعني السنه بتاعتنا دي لما بنشرب حاجه سخنه بتتمدد على فكره، بس طبعا بالمايكروز، وبتنكمش لما بنشرب حاجه ساقعه. الذهب ميزته ان هو بينكمش وبيتمدد، حاجه اسمها الكوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن، بنفس المعدل بالظبط. فيبقى لما هنشرب حاجه سخنه تركيبه الذهب والسنه هيتمددوا، فهيتمددوا زي بعض بالظبط. عظيم. وهينكمشوا زي بعض. لو الكوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن ده او المعامل التمدد الحراري ده مختلف، يبقى لما السنه هتتمدد شويه والماتيريال اللي فيها هتتمدد بشكل تاني، هيبقى في جابس بينهم، فجوه. برافو. الفجوه دي يعني بكتيريا داخله، بكتيريا يعني هيحصل لي مشكله في الدنيا. الذهب الحاجه الوحيده اللي بتتمدد بالظبط زي السنه الطبيعيه بتاعتها، وطبعا قوي رجد جامد ما يتكسرش تحت الفانكشن، يعني وانا باكل ما يتكسرش مني ولا كده. لكن كانت المشكله في الاثاتكس، في الشكل، مش حلو قوي ان انا اشوف حد بيضحك الاقي سنه ذهب. ما عادتش زمان كانت موضه، بيبي ترجع تاني موضه زمان. مش بازر زمان شكلها مميز قوي وظاهر قوي. زمان الناس اللي ما كانش عندها اسنان خالص ونيجي نعمل لهم طقم مثلا اسنان، مظبوط، سنان بقى بتبقى بيضه وجميله ومرصوصه وكده، يقول لك اعوج سنه، حاول تعمل ستينز في سنه معينه عشان تبان ناتشرال طبيعيه. نوى ده رجعنا للهليود سمايل. انا عايز سنان مرصوصه بيضه فله قمره جميله، كل حاجه دي الموضه دلوقتي، مظبوط. ليتر اون هيحصل ايه؟ يو نيفر نو، ما نعرفش ايه اللي هيحصل. فده كان الذهب واستخداماته، لانه هو مهم جدا في التمدد الحراري والانكماش. لكن كان الاوبجكشن الوحيد عليه انه اللون بتاعه مش حاجه لطيفه. فرجعنا او ابتدينا السكه او القصه بتاعت السيراميكس بقى، البورسلين والسيراميكس والزيركونيا اند سو اون والايماكس ايوه يا ما شاء الله ما شاء الله والايماكس والايماكس والزيركونيا ممكن وصلوا انهم يعملوا بورسلين، يعملوا الطبقه الخزفيه او اللزق على السنه من بره. طب اتحكي كده عشان نشوف موجوده ولا كله طبيعي رباني. ما شاء الله ما شاء الله. انت هتقولي لي ميرسي. فوصلنا حتى كان مشكله السيراميكس زمان انها ضعيفه شويه. تمام. السيراميكس على فكره زي السيراميكس زي الصيني بتاعنا بتاع البيت، بس بيبقى واخد تحتيه طبقه متر فبيبقى بالك شويه. نو نو ده السيراميكس از سيراميكس، بس في فيلرز نانو فيلرز منها بقى سيلفر وزيركونيوم عشان بتقويها. وصلنا بيها انها الثرنس بتاعها او القوه بتاعتها زيها زي الذهب والفضه والمترز. تمام. ما عدتش بحتاج ان انا اعمل سبورت للبورسلين بتاعي ده او للسيراميكس بتاعتي بمعدن من تحتيه. هو نفسه اتقوى بالفيلرز بنانو فيلرز، بحيث ان هو بقى قوي قد قوه المعدن، فبينكسرش تحت الاكروزر فورس او المضغ يعني. وفي النهايه بقى يا دكتور، عايزه حضرتك تدينا كده روشته ازاي نقدر نحافظ على اسنان قويه وجميله مدى الحياه باستخدام جزيئات الفضه والنانو تكنولوجي. انا عايزه اقول لو انتوا عايزين اسنان كويسه، في حاجات اساسيه زي ما قلنا احنا من الداخل لازم نشتغل عليها. اولا التغذيه، لازم ناخد بالنا من التغذيه اللي احنا الحاجه اللي احنا بنحطها في بطننا، لان ده هياثر على الاسنان، هياثر على الشكل الخارجي. هياثر على كل حاجه. السكريات طبعا دي حاجه بتبوظ الاسنان، كلنا عارفين. دكتور عايزين بقى يا دكتور روشتة علاجيه ازاي نقدر نحافظ على جمال اسناننا مدى الحياه. طبعا هنحترم اسناننا، هتحترم لو نظفناها، لو اهتمينا بيها،
احنا بنعمل معجون، فرشه ومعجون بالنانو سيلفر، بالمعجون العادي، بالواتيفر، بس نهتم بيها حتى هتبقى مش هتضايقنا كتير. اذا ظهرت مشكله ارجوكوا خبطوا على دكتور السنان واسالوه، وهي في الاول بتبقى احسن كتير من في الاخر. دكتوره بتقول الحلويات مثلا في الاطفال تقدري تمنعي ازاي اطفال من الحلويات؟ صعب جدا. طب نعمل ايه؟ نقول له والله احنا هناكل حلويات بس بوقت معين، في سكادجول معين، هناكل مره او اثنين او ثلاثه في اليوم، تمام، ويبقوا في الفترات اللي انا بعديها على طول هيبقى عندي الغسيل الاسنان. نعود الولاد من اول الولاده، من اول الولاده خالص وهو بيبي ما عندوش اسنان، اول سنه، من غير اول سنه، تمام. ممكن الام في حاجات بتتحط على الصباع كده تبتدي تدلك له بيها اللثه، وبعدين لما تبتدي تظهر اول سنه نفس الكلام. في اسنان فرش اسنان صغيره خالص، في معجين اسنان ما لهاش طعم، ولو اتبلعت ما فيهاش مشكله، مخصوصه للاطفال، العاده التعود، وهو بيبي كده يرش، مفيش مشكله خالص. بتوع الاطباء اسنان اطفال هم اللي يقولوا لنا بقى، يعني يبحثوا ويقولوا لنا. يعني السيلفر ممكن ان هو حتى بيتشرب، حتى الطفل الرضيع ممكن ان هو يشرب الكولويد السيلفر، وده نفس الماده، فدي ممكن لو اترشت مفيش اي مشكله. معلومه عظيمه جدا بنختتم بها فقرتنا النهارده. بنشكر جدا الدكتوره سورايا دوفال استشاري الصحه والطب التكاملي، ودكتور احمد لبيب استاذ مساعد ورئيس قسم علاج الجذور كليه الطب جامعه طنطا، واستشاري علاج الجذور بالهيئه الصحيه التخصصيه لطباب المملكه العربيه السعوديه. وبشكر حضراتكم جدا على المعلومات الجميلة والتقنية العالية جدا في مجال علاج الأسنان والطفرة العظيمة دي. بشكركم جدا جدا. انتظرونا في الفقرة القادمة مع الكاتبة الروائية، وبجد هي مفاجأة، وبشكركم جدا، وانتظرونا في الفقرة القادمة. شكرا. للفضة فوائد تفوق سحرها، والذهب له خصائص تمنحك بريقه وجماله. بارادايس لمنتجات الصحة والجمال. تستخدم شركة بارادايس تقنية النانو الجديدة في استخلاص ماء الذهب والفضة الذي يمنحك الصحة والجمال، وتوفره لك في مجموعة منتجاتها الفريدة. شراب الذهب والفضة Pure Life لتنشيط وتقوية ورفع مناعة جميع أجهزة الجسم. كريم وسبراي ريليوم للتجميل والعناية بالبشرة والأمراض الجلدية. Paradise Healthcare، جنة الأرض في الحياة بلا مرض. لمعرفة المزيد والتفاصيل تابعونا على الفيسبوك أو اتصلوا بنا على الأرقام الآتية. هذا البرنامج برعايه